Yoktu. اشترك يا مال، ليش تركتيني ورحتي؟ توبر قلبي، والله لو نقص بايدي ما بتركك بنوم يا عيوني. مشان هيك يا بنت الحلال خلينا نرجع الامور مثل ما كانت ونخزي الشيطان. والله القصه مو بايدي، مو بايدي بنوم. انا كمان يعني ما فيني اكسر كلمه ابي واخي، انت بتعرف هذا الحكي. ونحن شو لنا علاقه بالديباجه اللي صارت؟ أنا شو ذنبي لحتى تنخرب عيشتي؟ شو ذنبي؟ أنت كمان حكي معهم، حاكيهم بالقصة. أنت ما فتحت معهم سيرة بنوب من وقت ما أجيت لهون. ليش هن عم يضحكوا؟ لا والله ما عم يضحكوا بنوب. قال الست خاتون طلعت حبلة. حبلة؟ قالوا منشان هيك بطلوا يقتلوها. مين على الباب لك امي؟ كأنه وداد عم تحكي مع صهري عز الدين. شو؟ شو 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 شو؟ شو جابوا هذا لهون؟ ما بيعرف انه ماله حكي عنا؟ يا طمني بنت عمي، انا رح اعمل جهدي لحتى ارجع الامور مثل ما كانت. يا رب، ما لنا غيرك يا رب.